العيسى اللي يعوض غياب غوستافو. عز المو في منتصف الملعب بهدوء بيلعب كرة ذكية خطيرة هرناني. الله الخامس عشر ولكن بعد هذه الكرة نشاهد ونتابع كرة تصل محاولة براس تمر في أربع وأتت الخسارة للرائد في تسع مواجهات. هنا الكرة عند أنسيلمو يتقدم أنسيلمو البرازيلي يبحث عن هدف الثاني وصوب أنسيلمو عند منصور تنقل الكرة عند حمد الجيزاني يرسل عرضية الجيزاني رأسية أنسيلمو. الله مروان سعدان توصل لأنسيلمو ياخذ كرة أنسيلمو أمام سفيان بن دبكة لكن انسلمو يلعب كرة لديمتري وديمتري صوب كرة حلوة هي جول. الله كرة ملعوبة للأمام كرة مرسولة عرضية ممتازة جدا خطيرة جدا انسلمو. الله تمرير يعيد الكرة بالوسط سالم والقرني وصلت لدى انسلمو. انسلمو طلع لهرناني هذه خطيرة عكسية وبدت من البريك على حجي ينقل الكرة في الجهة اليسار استلام ممتاز من هزاع محاولة لعب الكرة إلى انسلمو ممتازة هزاع في الانطلاقة هزاع تألق كبير من عبد يد والفيحاء ثانيا ويتنافس الجبلين والطائي على حز البطاقة الثالثة للصعود. والله النيران في كل مكان مشتعلة النيران في كل مكان وهذه خطرة وتعود مجموعة من الكور الخاطئة من الجانبين انسلمو 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 مرور تمرير ياه على الكرة مرت وبعد ذلك تذهب للنقطة 15 هذه كرة ملعوبة لانسلمو انسلمو الله على المرور والكرة تتهيأ الله على كرة ماضية انسلمو في الكرة امامك يعوض ما يمكن تخسير يعني ان يكون حاضر في تلك المباراة لكن هذه كرة لمصلحة انسلمو انسلمو مار الله على انسلمو الله 20 هدف هو الاقوى هجوما كرة في المنتصف التغطية حاضرة انسلمو يتحرك وتتحرك الكتيبة الوحدوية يوسف نياكاتي في هذه المرة يوسف يحافظ على كورته يلعبها هذا الموسم أن يتأخر الهلال قبل أن يسجل لذلك حتى الآن الوحدة يتقدم والآن ممكن الثاني قريب ديمتري قوية يلعبها في الجهة اليسار عند هزازي ينتظر انطلاقة انسلمو في 18 عرضية ممتازة والتدخل من عبد الله الفهد الله عليك يا عبد الله الله عليك يا عبد الله بعد التأخر في النتيجة الفتح وبعد ذلك ضمك والفيصلي والاتفاق هذه كرة عنده وصلت إلى انسلمو تمريرة إلى الأمام هذه خطرة وكاسيو موجود قادما سنشاهد ونتابع محاولة تعود إلى انسلمو في وسط الميدان انسلمو يتقدم هجوم وحدوي خطير هرناني مع يوسف الجبلي أيضا يقدم عطاءات رائعة جدا مع فريق الباطن انسلمو ينقل كرة ممتازة الله مرت الكرة خطيرة بالراس وكرة ملعوبة لعبها مع فريقه بالسبرون هذا الموسم قبل ان ياتي الاتحاد خرج فيها فريقه بشباك نظيفة انسلمو خطفها يلعب تمريرة حلوة يا الله ركلة جزاء استراحة قصيرة الكرة لدى كنو عكسية وصلت عند فيتو ليعود مجددا يلتقط انفاسه هنا انسلمو بكرة نقلة في المباراة الماضية من أمام القادسية كرة اللعب لصالح الوحدة مع كرة في وسط الملعب انطلاقة محاولة المرور رائعة جدا من أنسيلمو يكسب مع مخالفة ركلة بجوار الشباب ب 45 نقطة تعادل يضع على النقطة 43 يضع على بعد خلني أقول نقطتين على الاتحاد جديد في منتصف الملعب عند أنسيلمو أمام نور الدين مرابط يا سلام لاعب كبير هلالي سابق بالإضافة إلى بوتية الكرة لدى فيتو انسلمو يقطع كرة مار انسلمو بعد ذلك ينقلها للأمام
والتدخل. وبعد ذلك وصل لدى عبد الله الحافظ. كم اسبوع، كم يوم، كم جولة ظل الهلال بعيدا فيها عن صدارة جدول الترتيب. كرة فتوحي عرضية ويبحث عن السومة العائد مرة أخرى، والكرة مرتدة سريعة وحدوية. أنسيلمو ينطلق في كرة وحدوية سريعة جدا، وأنسيلمو واضح جدا أن كل فريق يبدو بتركيز عالي، يبدو برغبة عالية، كل فريق لا يترك الآخر على الإمساك بزمام الأمور. والصي الوحدة منذ 5 مباريات لم ينتصر، آخر فوز وحداوي كان على الاتفاق في الجولة 11 في بطولة الدوري. كرة عند الأبومين لخط الدفاع لتعود الكرة إلى بيتروس. بيتروس يلعب الكرة في الأمام لعبد المجيد الصليهم. الصليهم حاول يعدي بالكرة لكن القوة الجسمانية أهدت أنسيلمو الكرة. يونسو محمد البريك كأنه يحاول، وأنسيلمو أيضا كرة يكسب من خلالها رمية تمام. حاول يعدي فيها مرابط، كرة مقطوعة إلى بيتروس، وبيتروس تقدم في الأمام. بيتروس عليه تغطية متابعة بيتروس لتعود الكرة الآن في نقطة أو 45 نقطة كرة اللعب. 45 نقطة بالنسبة للشباب في الصدارة، الهلال في الوصافة 39 نقطة، الاتحاد ب 35 نقطة. كانت عبد الله مادو سلام لبيتروس، دخول من أنسيلمو ثم الكرة تعود لنور الدين إبراهيم. إلى متى ستستمر الأمور الهلالية بهذا الشكل؟ كرة إلى يانكسو باتجاه كنو. عودتنا مباريات الفريقين على الأهداف الكثير، عودتنا على جهة اليسرى كاري رودريغز يترك كرة روما، تفاهم بين روما وبين كاري، لكن أنسيلمو يتقدم إلى الأمام، واحد من أبرز لاعبي الوحدة أنسيلمو. والعرضية منتظرة الآن من جانب ليما، والكرة الخطيرة بالرأس تبعد وتعود من جديد لمتريتا، يحاول وضعت من أمامه، راحت لأنسيلمو يرسل كرة عند أرسل كرة بدورة إلى بانيكا، عودة الكرة إلى السوري. السوري يا سلام على النقلات على الكرات الشبابية، والكرة تعود الآن إلى اليسار انطلاقه. كرة يستلمها كاريو، وكم كرة يخترق معها كنو. اليوم تشعر وكأن كنو على الورق محور رقم 6، لكن في الأرضية الملعب هو مهاجم ثاني. هو